كانت أرضهما صخرية تتسم بالانحدار، فقرر استصلاحها. عبد الغني وعبد اللطيف غرساها زيتونا وقاما بتربية النحل، لكن ليس لديهما أي سند يثبت حقهما في الاستغلال، فتوجها إلى مصالح الفلاحة لأجل تسوية وضعيتهما. ما دبينا نحوس على الوثيق، وثيق تخدمها دوك شغل يدك مكسرة، ما على بالكش واش كاين واش ما كاينش، تخدمها غدوة تجي الدولة تقول لك ما تسالش. حنا شتينا نسوي الوضعية تاعنا، كي نخدموا الأرض أننا نزيد تنشط، كي تعود عندك الوثيق تنشط أكثر وأكثر. بربي إن شاء الله بالدعم تاع الدولة والآخر، حنا بربي إن شاء الله تلقاها جنة هذه هنا. وائل بالرغم من أنه جراح أسنان، لكن تعلقه بالأرض دفعه إلى مساعدة أبيه الذي استصلح أرضا معطاء. الاستغلال الفعلي مكنهما من الاستفادة من قرار حفر التنقيب فضلا عن دعم الدولة. رخص الاستغلال تسهل لنا الاستثمار بزاف، نقدروا نوسعوا المساحة المغروسة، نزيدوا عدد الأشجار، نقدروا نزيدوا انابيب الري بالتقطير. قمنا بعمليه اوليه للاحصاء، وين حصينا 1400 مستغل بدون سند بمساحه اجماليه تقدر بحوالي 4500 هكتار. حاليا رانا نستلموا في طلبات المطابقه بهدف تسويه الوضعيه الاستغلاليه القانونيه لهذا المستغلين. نبيل فلاح بشلغوم العيد استثمر في زرع الحبوب الشتويه في ارض ملك للدوله، ويسعى الى الحصول على عقد امتياز. نحوسوا على سند قانوني اللي يعطينا شويه اريحيه باش نستثمروا اكثر واكثر، مثلا نبنيو كراجات باش نديروا الابقار، نديروا الاغلام، نقدموا للبنوك، نهزوا قروض التحدي ونخدموا على روحنا ان شاء الله. تسويه وضعيه الاستغلال عن طريق الامتياز بولايه ميلا، الغايه منه تطهير العقار الفلاحي.